هاي يا صحابي يا حلوين، وحشتوني قد الدنيا دي كلها. النهاردة هنكمل مع بعض سفر اللاويين. هنتكلم النهاردة عن الأعداد اللي موجودة في خيمة الاجتماع، وكل عدد منهم كان بيدل على ايه وكان موجود في ايه بالظبط، لان احنا عندنا أعداد كتيرة جدا. يلا بينا نعرفها سوا وندرسها ونفهمها مع بعض. الأعداد دي كلها هنلاقيها موجودة في خيمة الاجتماع. الخيمة اللي احنا قلنا اللي ربنا هو اللي قال لموسى ان هو يعملها، اول رقم معانا هو رقم 3، ده بيشير للثالوث القدوس، وبيظهر في خيمة الاجتماع في اول حاجة 3 اجزاء بتتكون منها الخيمة، وهي قدس الاقداس والقدس والدار الخارجية، وكمان 3 معادن مستخدمة في عمل الخيمة اللي هم الدم والمية والزيت. وكمان في 3 أشياء موجودة في القدس اللي هي مائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية ومسبح البخور الذهبي، وفي 3 أشياء في الدار الخارجية اللي هم باب الدار والمسبح المحرقة والمرحضة، وفي كمان 3 مداخل في الخيمة، باب الدار الخارجية ومدخل القدس ومدخل قدس الأقداس. وكمان في 3 أنواع بتتقدم من الذبايح، من الماشية والغنم ومن الطيور، وفي 3 ألوان مستخدمة في الستاير اللي هو الإسمنجوني، وده اللون السماوي اللي بيشير للسيد المسيح إن هو في السماء، والأرجوان وده اللون الأحمر اللون الملوكي اللي بيشير للمسيح الملك، والقرمز وده بيشير للدم اللي هو لون أحمر وردي بيتاخد من دوت الأز اللي بتعيش في ورق التوت. وكمان في 3 فئات من الشعب اللي هم الكهنة واللاويين وعامة الشعب. ويبقى كده خدنا رقم 3 في خيمة الاجتماع. أما بقى تاني رقم معانا هو رقم 4، وده بيشير للعالم كله. زي ايه في خيمة الاجتماع؟ زي الأربع أغطية للخيمة، هم عبارة عن إيه؟ بوس مبروم وشعر معز وجلود كباش محمرة وجلود التخس، وكمان مسبح المحرقة كان بيبقى مربع، وده للمسبح طبعا بيبقى ليه 4 قرون على الزوايا الأربعة، وده بيشير لموت السيد المسيح الكفاري عن حياة العالم كله. وكمان مسبح البخور بيبقى مربع القاعدة، وكمان السقف بتاع الدار الخارجية كانت بتحملها 4 أعمدة. وبكده هو ده رقم 4 في خيمة الاجتماع. أما بقى يا حلوين رقم 5 ومضاعفات الخمسة، ده بيشير للإنسان وواجباته ومسؤولياته، لأن الإنسان مثلا ليه 5 حواس اللي هم ايه يا شاطرين اللي هم يفوشين عارفينهم، السمع والنظر والتذوق والشم، شاطرين. وكمان بيشير للخمس صوابع في كل ايد وكل قدم، وكمان الوصايا العشرة اللي مكتوبة على لوحين بتلخص مسؤولية البشر اتجاه ربنا واتجاه بعضهم البعض. وبكده يكون هو ده العدد 5 ومضاعفاته. أما بقى يا حلوين رقم 7 هو عدد الكمال الإلهي، وده بنلاقيه مثلا يعني في عدد السرج بتاعة المنارة الذهبية، وكمان بيشير لأسرار الكنيسة 7، ومحتويات خيمة الاجتماع اللي هي تابوت والغطا ومائدة خبز الوجوه والمنارة الذهبية ومسبح البخور الذهبي ومسبح المحرقة والمرحضة، وهو ده كان رقم 7. قد ايه كل رقم موجود جوه اي حاجة في كنيستنا او جوه كتابنا المقدس ليه معنى وهدف. يا رب نكون استفدنا مع بعض بالارقام اللي اخدناها، واستفدنا بوجودها في خيمة الاجتماع هو عبارة عن ايه. بكده يكون هي دي الحلقة الثالثة من سفر اللاويين يا حلوين. انا هستناكوا الحلقة الجديدة، استنوني، باي باي.